رحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، جمعية فرح قامت بإحياء هذا الحفل، و يعني من هذا المنبر كنبغي نحيي جمعية فرح على المجهود ديالها. عبد الكريم النخلة، رئيس جمعية الواحة المغربية. احنا كنحضروا اليوم هذا النشاط اللي كتنظموا جمعية فرحة للأطفال في وضعية إعاقة، مناسبة اليوم العالمي للأطفال في وضعية إعاقة. جمعية فرحة اللي كتهتم بهذه الفئة الهشة من الأطفال، وكتقوم بواحد الدور اللي هو أساسي داخل المجتمع، واحد الدور تعليمي تعطيري تكويني لهذه الفئة. فالمتمنيات ديالنا هو أننا نكتلوا الجهود ونتعاونوا باش نخدموا هذا النوع من الوليدات اللي هما محتاجين لينا اكثر من اي 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 فئه اخرى. كل الدعم للجمعيه اللي كتشتغل طيله السنه على تنزيل برامج ومشاريع اللي كتسم بهذه الفئه. فكل الدعم والتحفيز والشكر لجميع الفعاليات والمؤسسات العموميه والخاصه اللي كتضامن وكتخدم هذه الفئه، وتحيه جمعويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لنا الفخر واعتزاز بالحضور لهذا الحفل اللي كتنظمه جمعية فرحة للأطفال ذوي احتياجات خاصة بمناسبة اليوم العالمي لهذه الفئة. كنشكر هذه الجمعية اللي كتقوم بمجهودات جبارة من أجل هذه الوليدات اللي كيحتاجوا واحد العناية خاصة، كيحتاجوا الدعم. ومن هذا المنبر كنطالبوا من الجهات المعنيه دعم هذه الجمعيه ودعم هذه الوليدات اللي كما قلت انهم كيحتاجوا مجموعه من الادوات ومجموعه من الوسائل. راه الاباء ديالهم كيعانيوا معاهم. نطالب من الجهات المعنيه المساهمه، لا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لا من التعاون الوطني، لا من المديريه التعليم، أن تساهم مع الجمعية اللي هي جمعية فعالة في تراب مقاطعة الحي حسني. وشكرا جزيلا. شكرا صوت العدالة اللي كتواكب جميع الأنشطة ديال المجتمع المدني. لي شرف اليوم باش نحضر لهذا النشاط اللي كتنظمو جمعية فرحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الذهنية. فهذه جمعية من الجمعية الرائدة بتراب عمالة الحي الحسني، كيبدو واحد مجهود كبير في عملية ديال التحسيس، في التربية، في تكوين ديال هاد الفئة من أبناء هاد الشعب هذا. وهاد الجمعية هي في حاجة لدعم من طرف المجالس المنتخبة، من طرف المبادرة الوطنية، من طرف جميع المؤسسات، لأنها تقوم بدور ريادي، تقوم بدور في دعم الأسر في التربية ديال الأبناء ديالهم. فمن بهذه المناسبة كنطلب من جميع الجهات المسؤولة أنها تقدم الدعم لهذه الجمعية من أجل خلق مراكز تكوين في تراب، مراكز أخرى، وخاصة بالحي الحسني وحي السلام وليساسفا والنسيم، لتمكين واحد مجموعة من الأسر من إيجاد مقعد أو مكان للأطفال ديالهم اللي ذوي الاحتياجات الخاصة. السلام عليكم. احنا اليوم ما جينا لجمعية فرحة باش ندعموا هاد الوليدات. وليدنا حنايا فيها، وانا عندي جوج وليدات توحديين. هاد المسار ديال الدراري الواحد التوحديين ماشي ساهل، اللي كياخذ هاد الطريق صعيبه شويه، وكتبغي الكفاح وكتبغي الجهد وكتبغي كل شيء. وحنايا كنشكروهم اللي عطاونا هاد الفرصه، نعبروا حنا على الكلمه ديالنا. واش كنطلبوا الوليدات مسار جيد، كنبغيهم حنا يكونوا بحال الوليدات العاديين. عندي جوج شويمين، واش نقول لك، المره الاول كانت معاناه صعيبه شويه، ما كاينش دعم، ما كناش عارفين اصلا انهم عندهم قبل ما يتشخص الحاله ديالهم
كان ما نقولكش كيفاش كانت المعاناة، ودابا الحمد لله شوية بشوية، ومن لقينا هذه الجمعية سانداتنا ودعماتنا، عطاتنا الفرصة اللي حنا وليداتنا شوية يكونوا بحال الوليدات العاديين، كيتعلموا شوية ودمجوا تا هما مع الدراري، ما يبقاوش ضايعين. والله يجازيهم بخير والله يقدرنا على فعل الخير. الجمعية فرحة على المجهود اللي كتقوم به على طول العام، يعني الحال في دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال اللي في وضعية الإعاقة حقيقة محتاجين بزاف ديال الدعم. كنقول أنا الدعم ديال المقاطعة ما غاديش ينقطع، الدعم غيبقى متواصل لهذ الجمعية وجميع الجمعيات الجادة، جمعيات خاصة الجمعيات اللي كتهتم الأطفال في وضعية الإعاقة، الأطفال صراحة في هذا اليوم العالمي ديالهم، أنا كنتمنى أنه يكونوا ديما أيام هذه، أيام هذا الطفل هذا، أيام ديال التحفيز، والشعار اللي خداته جمعية فرحة صراحة شعار زوين، ولن نترك أي طفل خلفنا، زعما حنا كنتمناو، حنا ما غاديش نخليو جمعية فرحة خلفنا، وجميع الجمعيات اللي جادة واللي هادفة واللي بغات تنمي هذا خاصة في هذا المجال هذا. وكنطلب أنا كنطلب شخصيا وغادي نترافع في أي بلاصة كنت فيها على الجمعيات وعلى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم يكون دعم كثير ليهم، لا في القطاعات الوزارية اللي مهتمة بطبيعة الحال واللي متداخلة في هذا المجال هذا، وكاين بزاف ديال القطاعات الوزارية اللي مهتمة بطبيعة الحال، الآباء ديال الأطفال والأمهات كيعانيوا بزاف ديال المشاكل في الطفل في وضعية الإعاقة، كيعيش صعوبات في الدار، صعوبات في التعلم، صعوبات في الاندماج في المجتمع. نشكر جمعية فرحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التهمية على هذه التظاهرة، على الدعوة وعلى التظاهرة في نفس الوقت، وهي الحقيقة شهادة لله لأننا بحكم شراكتنا مع هذه الجمعية وجمعيات المجتمع المدني فتعاملا التي تتعامل في مجال الإعاقة، فاعتبر واحد المجهود اللي هو كبير، ويمكن الصدى ديالو تيحسوا به الآباء أكثر. دونك التحسن ديال الوليدات راه تيلمسوا يمكن الآباء أكثر منا حنايا، ولكن حنا حريصين على أن هذه الجمعية دائما تكون إن شاء الله شريكة معنا ونكونوا داعمين لها على مستوى مقاطعة الحي الحسني. والحمد لله زعما على هذا المستوى اللي رحنا، واخا هو مازال ماشي شي حاجه كثيره، ولكن الحمد لله حنا في التحسن وماشيين متكاملين، يعني تنخدموا تنحاولوا نكونوا يد وحده الاباء والمؤسسه او الجمعيه، المؤسسه التعليميه، القطاعات المانحه، يعني القطاعات الداعمه، ماشي ديما تيكون دعم مادي، تيقد يكون دعم معنوي، وهذا يعني واحد القطاع الى مكنك انك دير عنده استشارات طبيه حتى هذا راه تيعاونك بشكل كبير. ونتمنى ان شاء الله اننا نخلقوا من هذا الطفل له احتياجات خاصه انه يولي كطفل يتعامل كطفل سوي، يعني يكون في المجتمع عنده نفس المكانه، هو ديجا عنده نفس المكانه ونفس الحس به كطفل راه يعني طفل عادي، ولكن خاصو يتمتع بحقه في التمدرس كيف ما هو لازم. وهذا يعني وعد من المؤسسه او من القطب الاجتماعي بصفه عامه، لان الدعم ان شاء الله غادي يكون متواصل، مواكبه متواصله، وان شاء الله حنا يد وحده باش نحققوا الاهداف المتوخات. بمناسبه هذا اليوم العالمي للشفاء للاشخاص ذوي وضعيه الاعاقه، الان غادي ناخذ انطلاقه تاع الورشات، والورشات هذه عام اسمها التغيه الاباء، تغيه الحضور، لان المكتب الشعبي ما يمكنش الجمعيه تاع فرحه ولا جمعيات المجتمع المدني انهم يسيروا في هذا المسار تاع تكفل الاشخاص بوضعيه الاعاقه. بالنسبه للورشات، عندنا ورشات من تقطير اخصائي الجمعيه اللي غادي يكونوا جوج تاع الورشات اللي غنبداوهم دروك، والحضور الكريم يقدر يزور. كاين ورشات تقديم معلومات عن الجمعيه، ورشات اعمال يدويه، والحضور الكريم بالطبع، وكاين معرض في الختام، كاين معرض. هذو هما الورشات ان شاء الله، فلنبدا جميعا، وشكرا جزيلا للحضور الكريم.